السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سير شجي. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنسأل سؤالين. أول سؤال، ليه السماعات الأوريجينال اللي هي من ايفون ما بتشتغلش بصورة كاملة على أي جهاز أندرويد تاني أو أي جهاز تاني غير الايفون؟ السؤال التاني، ازاي تفرق ما بين السماعات الأوريجينال من الايفون ما بين الكوبي في أسهل طريقة تتخيلها؟ والطريقة دي كمان مش مدرجة كمان في اليوتيوب، أنا دورت كتير قوي في اليوتيوب مفيش الكلام ده. تمام؟ نتكلم على أول حاجة. تمام، مبدئيا كده 85% من اللي بيتفرجوا في اليوتيوب على الفيديوهات ما بيعملوش اشتراك في القناه، فاتمنى حضرتك تنزل لتحت وتعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك، ولو عجبك الفيديو اتمنى تكتب لي تعليق عجبك في ايه، ولو ما عجبكش اتمنى برضه تكتب لي تعليق ما عجبكش في ايه علشان اعدله في الحلقات الجايه. شكرا جدا ليكم، نتوكل على الله. اولا نبص كده للسماعات من تحت كده، نلاقي ان الجاك ده اسمه جاك 3.5 دي بتعمل ايه؟ ده السوكت اللي بيخش في اي الجاك اللي بيخش في اي سوكت في اي تليفون حديث دلوقتي، كان زمان كان يعني كان اقدم من كده، اما دلوقتي الحديث دلوقتي بقى بيخش في حاجه اسمها 3.5. دي سماعه ايفون اي كي جي، ودي سماعه دي سماعه سامسونج اي كي جي، ودي سماعه ايفون 6S بلس. تمام، الاثنين نفس النظام، او لو هتقربها لكم كده شويه، الاثنين نفس الشرط ونفس كل حاجه اللي هي الثلاث شرط دي. تمام جدا، نبص كده الاستراكشر بتاع الجاك ده بالظبط. الجاك ده الاستراكشر او المعماريه بتاعته في اي يعني الستاندرد اليونيفرسال بتاع اي جاك في العالم كله، بيبتدي على السماعه الشمال، السماعه اليمين، المايك، الجراوند. تمام، اي جاك يونيفرسال في الدنيا ده كلها بيتصنع من اي شركه سماعات، بيتصنع كده الستاندرد، اسمه ستاندرد تي ار ار اس. انا مش عايز اخشكم في مواضيع كبيره كده، بس التي ار ار اس ده بيبتدي ازاي؟ ان المعماريه بتاعه الجاك دي بتبقى السماعه الشمال، السماعه اليمين، المايك، الجراوند. تيجي بقى ايفون تضرب ده كله بعرض الحائط، ايه اللي بيحصل؟ عدلت في اخر اتنين، عملت سماعه شمال، سماعه يمين، جراوند، مايك، يعني خلت الارضي قبل المايك، فعكس ده كله. ده كله ده في ايه؟ في اجهزتها كلها، الايبود، الايباد، الايفون. بعد كده لما تيجي تتكلم في التليفون ساعات اللي بيكلمك ما بيبقاش سامع كويس عشان المايك اتغير. وكمان لو انت تيجي تبص لها، لما انت تيجي تتكلم ساعات لو انت حاطط المايك على بقك كده بقرب جدا بسيط، تحس ان اللي قدامك برده مش سامعك. فدي اصل انا ليه بقول لكم التجربه دي؟ عشان انا لسه جايب السماعه دي جديده، لسه جايبها من حوالي شهر، فلاحظت الموضوع ده. وكمان عندك ثواني بس احط السماعه دي هنا. وكمان في كده حاجه جديده، السماعه دي ما بتقدرش تستخدم الفوليوم اب والفوليوم داون اللي انت تيجي تعلي الصوت او توطيه، مفيش الموضوع ده. الموضوع ده لما تيجي تشغله على اي ولا على اي سماعه اي على اي قصدي جهاز ايفون جهاز قصدي سامسونج، ما تلاقيش الفوليوم اب وداون ده اللي هو بيعلي الصوت ويوطي الصوت شغال. انت بس بتدوس على الزرار بتاع ان انت تفتح المكالمه او تقفلها بالزرار اللي في النص ده بس، او تشغل اغنيه بس، لكن ما بتقدرش تعلي وتوطي. زائد كمان ان انت ما بيبقاش شغال بطريقه كامله في اي جهاز غير الايفون، مثلا جهاز زي بلاك بيري، زي سامسونج، زي اوبو، زي هواوي، ما بيبقاش شغال ده كله، هو بيبقى شغال على الايفون بيرفكت. كمان انت بقى يعني دي يعتبر كل حاجه انت عايز تعرفها. لو انت بتحب سماعات الايفون زي كده، انا بصراحه يعني انا بعد ما جبت السماعه دي طلعت لي بس المشكله اللي انا ساعات لازم اقرب كده التليفون وعلي صوتي شويه، اقرب المايك وعلي صوتي شويه، عشان للاسف ساعات اللي قدامي ما بيسمعنيش. تيجي بقى تجرب اي سماعه تانية مثلا زي نوكيا، تيجي تجربها مثلا وتشغلها على التليفون تبقى شغاله زي الفل، اما الايفون ما بيبقاش شغال بكل قوته قوي. تمام، تيجي بقى هنا يودينا للسؤال التاني، ازاي تفرق اي سماعه ايفون اوريجينال ما بين السماعه الكوبي؟ احنا قلنا اهو ان انت، والله يا جماعه الطريقه دي انا دورت على اليوتيوب كتير، دورت على يعني على منتديات كتير انجليش وعربي، مش لاقي الموضوع ده. انت دلوقتي لما احنا قلنا ايه، اتغيرت المعماريه، الاستراكشر اتغير، اللي احنا قلنا ان هي سماعه شمال، سماعه يمين، ده في الستاندرد في غير الايفون، سماعه شمال، سماعه يمين، مايك ارضي. تمام، المايك الارضي. اما بقى في الايفون غيرت ارضي مايك. تمام، نيجي بقى للسماعات الكوبي. ما هي السماعات الكوبي بتعملها لك ستاندرد، ما بتعملهاش عن طريق ايفون، بتعملها ستاندرد يونيفرسال كلها، فبتعملها زي نظام الاندرويد او اي نظام تاني. فايه اللي بيحصل؟ اللي هي بتمشي لك ستاندرد، اللي هي ايه؟ سماعه شمال، سماعه يمين، مايك ارضي. فانت لما تيجي تشغل السماعه الاندرويد اللي انت جايبها الكوبي
على على الايفون تلاقي السماعه صوتها عادي او اقل من العادي شويه، تيجي تشغلها على الاندرويد تلاقي صوتها عالي، ما عشان الايفون يعني عاكس الموضوع ده، تيجي تتكلم بالمايك تلاقي على الايفون الصوت المايك مش واضح قوي، تيجي تتكلم على الاندرويد تلاقيه واضح. اغلبيه الناس اللي بيتكلموا عن السماعات الاوريجينال او الكوبي يقول لك امسك الملمس بص كده هتلاقي في شبكه هنا، بص كده للجاك معرفش هتشد كده. انا عارف ان في فرق كبير، بس دي اسهل طريقه ممكن تتخيلها. انت عايز تعرف السماعه دي اوريجينال ولا لا، وانت رايح تشتري السماعه دي خد معاك تليفون ايفون وخد معاك تليفون اندرويد، وانت رايح تشتري السماعه جربها على الاندرويد هتلاقي صوت الاندرويد واطي شويه، وكمان لما تيجي تشغل المايك على الريكوردر، ما انت بتبقى ساعات عايز تجرب المايك، فانت بتشوف على الريكوردر وتلاقي الذبذبات اللي بتبقى طالعه كده، انت عايز مثلا الو الو كده تلاقي الذبذبات طالعه ونازله، تمام هتلاقي الذبذبات قليله شويه. جرب بقى نفس السماعه على الايفون اللي انت جايبه معاك تلاقي الصوت عالي جدا، وتلاقي المايك السنسيتيفيتي بتاعته او الحساسيه بتاعته قويه جدا. بس كده، هو ده والله انا قلت لكم دي عشان تجربه عمليه مني انا، ودي تجربه فعلا فعلا يا جماعه، انا قعدت 10 ايام عشان اعملها. جبت ايفون قصادي، كان معايا ايبود وكان معايا ايفون، وجبت معايا الاس 8 السامسونج اس 8 ده عشان كنت بجرب عليه، لقيت السماعه الاوريجينال على الاس 8 الصوت واطي شويه، وكمان السنسيتيفيتي او اللي هي حساسيه الصوت يعني ببعد كده شويه الو الو ما بتبقاش جايبه، غير لما جربتها على الايفون وعلى الايبود كانت طلقه كانت قويه جدا. بس كده يا جماعه، لو عجبكم الفيديو اتمنى تكتبوا لي في الكومنتات يعني ايه وايه مثلا تقدروا تفرقوا بيه برده السماعه تاني كوبي عشان برده تفيدوا الناس. وشكرا جدا ليكم، ما تنساش طبعا تعمل لايك وتشترك في القناه، اتمنى تشترك في القناه ده لدعمي انا، لان 85% ما بيعملوش حاجه يعني بيتفرجوا بس. وشكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه الشرشجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.